أهلا بحضراتكم. يوم 3 مارس كان العيد القومي لمحافظة إنا، وبالمناسبة دي قلت أحكي لكم حكاية إنا بالتفصيل، واسمع مني الحكاية وما فيها. إنا واحدة من أهم محافظات صعيد مصر، واللي موقعها الجغرافي مميز جدا، وكان ليها بصمة كبيرة وأهمية استراتيجية على مر التاريخ، والحد دلوقتي تاريخها بيبدأ من أيام الإنسان الحجري، واللي بيثبت صحة الكلام ده الحفريات اللي لقوها هناك، وزيها زي مدن كتير في مصر اتغير اسمها على مر العصور. يعني في أيام الفراعنة مثلا كانوا بيسموها شابل، أما بقى الإغريق سموها كينوبوليس، وبعد كده لما جه الرومان سموها ماكسيمات، وفي العصر القبطي بقت كوتا، لحد ما جه العرب وسموها أقني، وبعد كده اتحرف الاسم وبقى إنا. إيه بقى معنى إنا؟ هقولك معناها المحتضنة، ويقصدوا المدينة اللي احتضنت نهر النيل، وده يمكن شكلها على الخريطة. لحد هنا كويس جدا. نيجي بقى اليوم 3 مارس، وده العيد القومي لمحافظة إنا. اليوم ده بيأكد على وطنية أهل إنا وشجاعتهم، واللي حصل إنه في يوم 3 مارس سنة 1799 أهل إنا قدروا يتصدوا للحملة الفرنسية وينتصروا عليهم في معركة البارون، وعشان كده اختاروا اليوم ده عشان يكون العيد القومي لمحافظة إنا. وإنا مشهورة بحاجات كتيرة، مشهورة إنها من المحافظات الزراعية اللي بتزرع محاصيل مهمة زي قصب السكر والطماطم والموز والسمسم والكركديه، وكمان محافظة صناعية من الدرجة الأولى، وفيها صناعات كتيرة زي الصناعات الغذائية، صلصة الطماطم وزيت السمسم والحلاوة الطحينية، وفيها كمان أكبر 4 مصانع على مستوى الجمهورية لإنتاج السكر، وعندها شوية صناعات كيميائية زي صناعة وإنتاج المواسير والخراطيم والأكياس، ومشهورة جدا بصناعة الغزل والنسيج وصناعة الألمونيوم، فيها أكبر مجمع صناعة ألمونيوم في الشرق الأوسط. وهناك كمان صناعات يدوية زي الخزف والفخار والسجاد اليدوي والزيوت العطرية وجريد النخيل والعسل الأسود. وبجانب كل ده فإنا كمان محافظة سياحية بتجذب السياح من كل مكان، فيها مجموعة من المعالم السياحية ما بين فرعونية وإسلامية وإبطية وترفيهية. هتلاقي هناك معبد دندرة ومعبد إسنا ومعبد شنهور ومسجد سيدي عبد الرحمن الإناوي ومسجد العمري ودير ماري جرجس ودير الصليب وقلعة شيخ العرب همام. يلا سمي يلا غني فوت في الحديد، لا ما عندناش حاجة مستحيلة. وبالمناسبة وإحنا بنتكلم عن إنا، الفترة الأخيرة اتعمل مدينة غرب إنا الجديدة، ودي أول مدينة ذكية في المحافظة، وبتأكد قد إيه في اهتمام بأبناء الصعيد وتحسين الخدمات اللي بتتقدم لهم وتوفير حياة كريمة. والمدينة على مساحة تقريباً 8971 فدان، في موقع مميز بينها وبين إنا 5 كيلومتر، وهتستوعب 550 ألف نسمة. والمدينة الجديدة بتمثل مجتمع عمراني متكامل بيجذب السكان والفرص الاستثمارية، وموجود فيها عمارات إسكان اجتماعي وسكن مصر وفيلات سكنية ومراكز تجارية ومباني خدمية وترفيهية، ومنطقة الإسكان الاجتماعي فيها كل الخدمات من سوق تجاري وحضانات ومدارس وملاعب واسم شرطة ووحدة صحية ووحدة إطفاء، وكمان مهدوا الطريق كله حوالين المدينة. واسمع مني، محافظة إنا طلعت لنا شخصيات ليهم بصمة في مجالات مختلفة، شخصيات حبت مصر بجد زي الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي اللي قال في حب مصر: ويا مصر إن خيروني مسكن اللاكي، كلك حلاوة وكلمة مصر أحلاكي. بشكر حضراتكم، واسمع مني داليا الخطيب.